دعا خبراء بالأمم المتحدة لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، معتبرين أن الشعب الفلسطيني هناك عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية. وقال الخبراء وبينهم عدة مقررين خاصين بالمنظمة الدولية في بيان إنهم مقتنعون بأن الشعب الفلسطيني عرضة لخطر جسيم للإبادة الجماعية، مطالبين بوقف إنساني لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى الأشد احتياجاً.